السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الـ Essential Bandwidth الـ Energy Signal، وهنكمل من آخر محاضرة إحنا أخدناها مع بعض. قبل ما نبتدي المحاضرة بتاعتنا هنعمل ريفريشمنت كده سريع عن كيفية حساب شوية حاجات من المحاضرات اللي فاتت، وهنبتدي بكيفية حساب الـ Energy بتاع الـ Signal. الـ Energy بتاع الـ Signal كان ليها أكتر من طريقة، هنلخصهم دلوقتي كده سريعا مع بعض. اول طريقه انك تحسب الانرجي بتاع السيجنال عن طريق التايم دومين، وهي انك بتجيب الاريا اندر الباور كيرف. تاني طريقه انك تجيبها عن طريق الفريكوانسي دومين، عن طريق الانرجي سبيكترال دينستي في الفريكوانسي دومين، ودي انك بتجيب الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي وتقسمها على 2 باي، وطبعا في الحالتين حدود التكامل من ماينس انفينيتي لانفينيتي. في الحاله الثانيه لو انت عايز تحسبها عن طريق الانرجي سبيكترال دينستي، كيفية حساب الـ Energy Spectral Density نفسها بتيجي بأكتر من حل. الحل الأولاني هو إنك بتجيب الأول الـ Transformation بتاع الـ Signal في الـ Frequency Domain، يعني بتجيب الـ G capital of Omega، بعد كده بتعمل لها عملية Modulus أو بتجيب الـ Magnitude بتاعها. الـ Squaring بتاع الـ Magnitude بتاعها ده هو قيمة الـ Energy Spectral Density اللي أنت عايزها. أو في حل تاني إنك تجيبها عن طريق الـ Auto Correction Function. لو عملت Transformation للـ Auto Correction Function في الـ Time Domain هيجي لك قيمة الإبساي جي أوف أوميجا اللي أنت كنت عاوزها. إحنا بنستخدم هنا رمز إبساي جي أوف تاو سمول علشان نقول عليها ده تايم أوتو كوريشن فانكشن للإنرجي سيجنال. الإبساي جي أوف أوميجا دي الإنرجي سبيكترال دينستي للإنرجي سيجنال، وأخدنا المسألة بتاعتها مسائل كتير عليها وطبقنا عليها. طيب بالنسبة لتالت طريقة، إنك بتجيب الإنرجي عن طريق برضو الأوتو كوريشن فانكشن، بس بتعمل عملية سيتنج للتاو بيساوي زيرو. دول التلات طرق اللي بعرف اجيب منهم الانرجي بتاع السيجنال اللي احنا اخدناهم المحاضرات اللي فاتت. طيب سريعا كده، لو في مسألة مديلك فيها لو في مسألة طالب فيها قيمة الانرجي بتاع السيجنال وفي نفس الوقت طالب قيمة الانرجي سبيكتر دينستي، طالما ما ألزمتكش بطريقة معينة ممكن بكل سهولة تستخدم الأوتو كوريشن فانكشن. لو عملت سيتنج لقيمة التاو بيساوي زيرو يبقى انت كده جبت قيمة الانرجي بتاع السيجنال، ولو عملت لها عملية فوريير ترانسفورميشن يبقى انت كده ركبت لها عملية الانرجي سبيكترال دينستي. خلينا نتكلم دلوقتي شوية عن السيستمز. السيستم عندنا اللي احنا درسناهم برضو المحاضرات اللي فاتت كانت ال LTI سيستم، ودي كانت علاقة ال input signal بال output signal في ال time domain هي علاقة time convolution، انما علاقتهم بال frequency domain هي علاقة multiplication. عملنا إثبات واستنتجنا في الآخر إن قيمة الـ Energy Spectral Density بتاع الخارج هي قيمة الـ Energy Spectral Density بتاعة الدخل مضروبة في الـ H of Omega Square Modulus Square. طيب دي بتسهل لنا حل حاجات كتير، يعني أنت مثلا لو معاك الـ Frequency Response بتاع السيستم ومعاك الـ Energy Spectral Density بتاع الـ Input، تقدر بكل بساطة عن طريق الـ Relation دي تجيب الـ Energy Spectral Density بتاع الخارج. وطالما معانا الـ Energy Spectral Density زي ما قلنا من شوية قبل كده تقدر تجيب الـ Energy بتاعت الـ Signal نفسها. أخدنا سيستم تاني وهو الـ Double Side Band Suppressed Carrier Modulator، وده اللي بيتم فيه ضرب الـ Information Signal في قيمة الـ Cosine Omega CT اللي هي بتعبر لنا عن الـ Carrier. الخارج دي سميناها Phi وقلنا عليها هي Double Side Band Suppressed Carrier Signal. طيب عملنا إثبات واستنتجنا من الإثبات ده إن الـ Energy Spectral Density بتاع الدخل والانرجي سبيكترال دينستي بتاع الخارج لو عايزين نجيب لهم علاقه، فهنلاقي ان لو الدخل واخد امبليتيود اسمه كي، فالخارج هنلاقيه متشفت على بلس وماينس اوميجا سي والامبليتيود بتاعه نزل للربع. طيب فالعلاقه دي لو انت معاك الانرجي سبيكترال دينستي بتاع الدخل تقدر بكل بساطه تجيب الانرجي سبيكترال دينستي بتاع الخارج عن طريق الريليشن دي، هي ربع في السبيكترم الاساسي متشفت مرة شمال ومرة يمين ومجموعين على بعض. طيب ده معناها ان انت لو حبيت تحسب الانرجي بتاع السيجنال فهي الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي مقسومة على 2 باي، 2 باي ده كونستنت في الحالتين. فخلينا نتكلم على الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي. طبعا زي ما هو واضح من الرسمة الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي بتاع الانفورميشن عبارة عن ضعف مجموع الاتنين دول، لان كي على 4 زائد كي على 4 يدينا كي على 2 اللي هي نص المساحة اللي هتطلع لك هنا، لأن المفروض الويتس متساوي، الويتس ده متساوي في الفريكوانسي دومين. الأمبليتيود هنا كان كي وهنا قال لي كي على 4 وهنا قال لي كي على 4، فاحنا عشان تجيب قيمة الإنرجي بتاع السيجنال
فبتعمل عملية انتجريشن للأوميجا من ماينس انفينيتي لغاية الانفينيتي، يعني واخد التو سبيكترمز دول. فمعنى كده ان احنا علشان نعرف نجيبها هتجمع ده زائد ده يطلع لك نص المساحة دي. وبالتالي قلنا ان الانرجي بتاع الموديليتد سيجنال عبارة عن نص الانرجي بتاع الانفورميشن. فلو عندك الانفورميشن هنا عارف الانرجي سبيكتر دنسي بتاعتها وقيمة الانرجي، بكل بساطة تعرف تجيب نفس القيم بتاع عند الخرج عن طريق التو ريليشنز دول. هنا هنشوف ازاي ان احنا نقدر نحسب الاسينشال باندويت بتاع السيجنال وليه اصلا بنحسبها. بشكل عام انت عندك دلوقتي عرفت من الشريحة اللي فاتت او من المحاضرات اللي فاتت ازاي تحسب الانرجي بتاع السيجنال باكتر من طريقة. هنا بقى لما تيجي تحسب الانرجي هتلاقيها في التايم دومين الاريا اندر الباور كيرف. الباور كيرف ده لو انت بتتكلم على التايم دومين، فانت بتقول السيجنال دي اللي هي الجي اوف تي هنعملها عملية سكويرينج، يعني في التايم هتفضل ليميتد زي ما هي وفي الامبليتيود هيبقى سكويرينج، وبعد كده تجيب الاريا اندر الباور كيرف. طيب عن طريق الفريكوانسي دومين قلنا في طريقة انك بتجيبها عن طريق الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي مقسومة على 2 باي. طيب لما يكون الجي اوف اوميجا شكلها عامل كده، يبقى تفتكر الماجنتيود سكوير شكله عامل ازاي؟ هيبقى سينك سكوير او سامبلينج سكوير طالعه فوق. طبعا في هنا سكيلينج فاكتور اللي هي الاف تي. فالفكره بس يعني المين ايديا في الموضوع ده ان انت عندك هنا الاوميجا مستمره معاك للما لا نهايه، يعني نقدر نقول ان الريكت الباند ويدث بتاعتها تندس تو انفينيتي. علشان تقدر تجيب الانرجي بتاع السيجنال من ماينس ما لا نهايه للما لا نهايه فهتضطر تشتغل على الانفينيتي باند ويدث. طبعا لو انت عايز تنقل السيجنال دي في تشانل مش هتعرف ان انت تستخدم تشانل انفاينايت باند ويدث بتاعتها. ولو انت حبيت تيجي تعمل لها سامبلينج فانت لازم بالنيكوست، والنيكوست دي اللي هي ضعف الباند ويدث، طبعا الباند ويدث بتاعتها اصلا بانفينيتي، تيجي مثلا تدخلها على ديفايس اصلا ليميتد باند ويدث. فانت عندك ريستريكشن في استخدام الباند ويدث بتاع الكوميونيكيشن سيستم. فعشان كده مش هتقدر ان انت تستخدم الباند ويدث توتال بتاع السيجنال. فالحقيقه ان احنا مش بنقيس الباندويث توتال بتاع السيجنال، احنا بنقيس الاسينشال باندويث. ايه بقى الاسينشال باندويث؟ معظم الانرجي بتاع السيجنال متركزه فين، الحته اللي متركزه فيها الانرجي او معظمها مثلا 90% على الاقل او اكتر من 90% بنقول عليها الاسينشال باندويث. فمثلا بالنسبه للسينك الموجوده قدامنا دي معظم الانرجي هتلاقيها متركزه في المين لوب. بشكل عام بقى لما نيجي نعرف الاسينشال باندويث بتاع السيجنال فنقول عليها it is the bandwidth beta. لو احنا بنتكلم على الهرتز that contain more than 90% of the total signal energy. بعض التعريفات او بعض الكتب بتعرفها ان هي بتقول at least 95% من ال total signal energy. ايا كان دلوقتي عاوزين نعرف ايه اهمية practical بقى considerations، ايه اهمية ان احنا نحسب اصلا ال essential bandwidth بتاع signal. عرفنا ال essential bandwidth بتاع signal ليه عشان نعمل بيها ايه. طيب هنيجي نتكلم من وجهة نظر practical considerations شوية. ان انا دلوقتي عندي ال spectrum بتاع حد بيتكلم، بنت بتتكلم، وده كده شكل السبيكترم بتاعها. لو احنا نلاحظ هنلاقي ان الهرتز عندنا ابتدى لغايه 4 كيلو هرتز، يبقى الماجنتيود بتاعها ابتدى ان هو يقل، وبعد كده في هنا موجود تاني. لو انا قلت لك احسب لي الباند ويدث بتاعت السيجنال اللي قدامك دي على السبيكترم الموجود فانت تقول لي اخره 8 كيلو وده صوت انسان. ناخد سامبل صوت بنت تانية هنلاقيها برضو يعني الشيب مختلف طبعا عشان ده صوت تاني، بس برضو هتلاقيها جاية برضو من عند 4 كيلو وابتدت ان هي ايه في ماجنتيودز في موجودة. يعني انت برضو هتيجي تقول لي برضو اخرها 8000 كيلو، 8 كيلو ده على السبيكتر الموجود قدامنا، احنا لو زودنا ممكن هنا برضو يفرق معانا ونلاقي. بس هتلاقي ان المفيد منها انتهت لغاية تقريبا 3.4 كيلو هرتز، او ممكن نقول مجازا لغايه 4 كيلو هرتز. يعني هو ده اللي نقدر نقول عليه الاسينشال باندويث. وعشان كده مجازا بنقول صوت الانسان اخره 4 كيلو هرتز او 3.4 كيلو هرتز، من 0 ل 4 كيلو هرتز بيبقى ده الاسينشال باندويث. يبقى لما نيجي نقول صوت الانسان 4 كيلو هرتز ما نقصدش ان هو كله 4 كيلو مفيش فوق ال 4 كيلو، لا فيه، بس اللي فوق ال 4 كيلو ده كان بي نيجلكتد.
طيب تخيل بقى ان انا لو اخدت ان صوت الانسان ده كان انفاينايت باندويتس، كنت هقدر اتعامل معاه ازاي في الكوميونيكيشن سيستم؟ فعشان كده لما نيجي نتكلم عن الامبورتنس بتاع ان احنا نعرف الاسينشال باندويتس بتاع السيجنال، فبنعرفها ليه؟ ممكن عشان نقول ان انت عندك الباندويتس ترانسميشن باندويتس ده ريستريكشن جامد في عمليه الكوميونيكيشن، فانت لو عرفت الاسينشال باندويتس فانت هتكوميونيكيت اوفر الاسينشال باندويتس بس، يبقى انت كده عملت عمليه سيفنج للترانسميشن باندويتس. تاني حاجه ان انت عايز تعرف ايه الكوميونيكيشن شانل المناسبه، لان انت عارف ان انت علشان تعدي السيجنال دي جوه الشانل، فعلشان تعديها كلها لازم تبقى انفاينايت باندويتس. طب هو انت عندك شانل انفاينايت باندويتس؟ اكيد لا، انت عندك ليميتد شانل باندويتس. وكمان الليميتيشن ده بيبقى على حسب نوع الشانل، يعني مثلا عندك التويست بير غير الكوأكسيال كيبل غير الفايبر غير الوايرلس شانل، كل واحده بيبقى على حسب الكاركترستيك بتاعتها. فانت لو عرفت الاسينشال باندويتس هتعرف الكوميونيكيشن شانل المناسبه اللي تقدر تعدي فيها الانفورميشن دي. طيب كمان انت لو عرفت الاسينشال باندويتس هتقدر تعمل عمليه اف دي ام، يعني هنا مثلا هنحط الصوت على كارير، هنشفت الكارير ونحط هنا صوت تاني، هنشفت الكارير ونحط فيهم صوت تالت من غير ما يحصل انترفيرنس ما بينهم. رابع حاجة ان انت عندك عملية التحويل من الانالوج للديجيتال كونفرتر، بتحتاج تعمل عملية سامبلينج للانالوج سيجنال. طب ما انت هتسامبل على الاقل بالنيكوست ريت، طب ما هو النيكوست ريت يعني ضعف السيجنال باندويتس، فانت لو عملت الباندويتس على انها انفاينايت هتعمل ضعفها ازاي؟ مش هينفع طبعا. بس لو حسبتها على الاسينشال باندويتس فتقدر مثلا تقول هنا اخرها 4 كيلو يبقى هتسامبل ب 8 كيلو، وبعد كده بقى كل سامبل تحولها لكود وتعمل عملية الديجيتال كوميونيكيشن. طبعا تفكر في اسباب تانية انك ليه بتحسب الاسينشال باندويتس بتاع السيجنال. هنا هنبتدي ان احنا نطبق مثال ان احنا ازاي نعرف نحسب الاسينشال باندويتس على الانرجي سيجنال. فهنا في المثال بيقولنا استميت الاسينشال باندويتس وهنسميها دبليو كابيتال، اللي هي وحده القياس هتبقى راديان بير سكند، معناها ان هو عاوزها في الاوميجا دومين اوف ذا سيجنال جي اوف تي في اي اس ماينس اي تي في اليو اوف تي. طيب والاي اكبر من الزيرو؟ لو كانت الاسينشال باند مطلوبه ان هي تحتوي على 95% من التوتال سيجنال انرجي. هنا في المسائل اللي من النوع ده لو احنا حددنا النسبه اللي بتحتويها السيجنال لازم طبعا نلتزم بيها. لو في المسألة ما حددتش فانت من الديفينيشن يستحسن ان انت تستخدم من 95% لأقل من 100%. كل ما زودت كل ما النسبة بقت مور اكيوريسي اكتر، اللي هي تعرف تعمل ريبرودكشن للتوتال انرجي بشكل اكبر او الشيب بتاع السيجنال. كل ما قللت كل ما زودت النسبة دي كل كمان ما جت على حساب ان انت بتزود في الاسينشال باندويتس فاليو. فيعني بيبقى على حسب كل واحد افترضها ايه، بس من الديفينيشن ممكن ناخدها من 95% لأقل من 100% مثلا. طيب هنا في الحل هنبتدي الأول برسم السيجنال. السيجنال اسمها جي اوف تي اللي هي قيمتها اي اس ماينس اي تي في اليو اوف تي، فاي اس ماينس اي تي معناها ان عند الزيرو قيمة السيجنال بيساوي واحد، مضروبة في اليو اوف تي معناها ان قيمة السيجنال في اي حاجة في التايم بالنيجاتيف بيساوي زيرو، وبعد كده في التايم بالبوزيتيف بيبتدي ياخد الشكل ده اللي هي قيمة الفانكشن اللي اسمها اي اس ماينس اي تي. طيب علشان تبتدي تحل وتجيب الاسينشال باندويتس فانت لازم الاول تجيب الانرجي توتال بتاعت السيجنال، ودي احنا اتفقنا ان انت بتجيبها باكتر من طريقة. هنا في المسألة مسمينها اي جي توتال، او ممكن ناخد مسمى اسهل ليها اللي هو نسميها اي جي 1 عشان احنا هنجيبها اول حاجة يعني، ودي بنقول عليها ان احنا بنجيبها باكتر من طريقه، يا اما عن طريق التايم دومين زي ما اتفقنا قبل كده اللي هي اريا اندر باور كيرف، يا اما عن طريق الفريكوانسي دومين وهي انك بتجيب الانرجي سبيكترال دينستي وتجيب الاريا اندر الانرجي سبيكترال دينستي دي وتقسمها على 2 باي، يا اما عن طريق الاوتو كوريشن فانكشن انك بتسيت قيمه التاو بيساوي زيرو. اي طريقه طالما ألزمتكش بطريقه معينه يبقى انت حل في الامتحان باي طريقه تبقى سهله عليك. بعد ما تجيب قيمة الانرجي توتال الخطوة التانية انك عاوز تجيب قيمة الانرجي اللي جوه الباندويتس اللي انت عايزها اللي هي بتمثل 95% من قيمة التوتال انرجي. طيب هنسميها اي جي 2 على اساس ان احنا جبناها في تاني خطوة، ودي لازم ان احنا نجيبها في الفريكوانسي دومين، يعني عن طريق الفريكوانسي دومين او الانرجي سبيكترال دينستي. ليه؟ عشان هي فانكشن في الدبليو اللي انت عايزها، فدي هتبقى فانكشن في الدبليو ما تنفعش لا تبقى في التايم دومين ولا تبقى من التاو،
فلازم ان احنا نجيبها عن طريق الفريكوانس دومين اللي هي دي. في ناس بيحبوا يفضلوا في الحل عشان يسهلوا طريقة الحل بتاعتهم ان هم يجيبوا الانرجي 1 والانرجي 2 الاتنين عن طريق الفريكوانس دومين، على اساس ان هو مجبر ان هو يجيبها هنا في الفريكوانس دومين as you like. طيب رقم سي، عايزك تطبق بقى العلاقة اللي هي الانرجي اللي جوه الدبليو اللي انت عايزها بتمثل 95% من انرجي التوتال، وطبعا دي فانكشن في الدبليو، ومن هنا تقدر تجيب قيمة الدبليو هنا بكام. طبعا ممكن تستخدم المسميات البسيطة اللي اتفقنا عليها ان هي الاي جي 2 اللي هي الاي دبليو والاي جي 1 اللي هي الاي جي توتال. هنا في الحل اول حاجة هنبتدي بيها انك تجيب الاي جي 1، واخترت هنا في المسألة اللي انا حلها عن طريق التايم دومين. هنا في الانتجريشن طالما انت حليتها في التايم دومين هجيب الاريا اندر الباور كيرف، والباور كيرف طبعا هيبقى ليميتد من 0 لانفينيتي لوجود اليو اف تي. فوجود اليو اف تي في الانتجريشن تخلينا الحدود التكامل من 0 انفينيتي للسيجنال سكوير في التايم دومين. لما جينا حليناها وكملنا وجبنا حدود التكامل لقينا قيمة اي جي 1 بيساوي 1 على 2 اي. في الخطوة التانية هنجيب الاي جي 2 وهي عبارة عن الفريكوانس دومين الاريا اندر الانرجي سبيكتر دينستي، بس حدود التكامل عندك هتبقى من ماينس اوميجا لاوميجا لانك كده بتجيبها جوه الاوميجا بس، فهتقسم الكلام ده على 2 باي. اخترت الطريقة اللي انا اجيب بيها الانرجي سبيكتر دينستي عن طريق انك تجيب الاول الترانسفورميشن بتاع السيجنال بتاعتك من التيبل، هتروح تلاقي دي موجودة بشكل مباشر ان الاي اس ماينس اي تي في اليو اف تي الترانسفورميشن بتاعها اللي هي جي اوف اوميجا عبارة عن 1 على اي بلس جي اوميجا، وبالتالي الماجنتيود عايز تجيب الماجنتيود لحاجة كومبلكس بنجيب الماجنتيود البسط الاول اللي هو هيبقى 1، وماجنتيود المقام، ماجنتيود المقام هو الروت بتاع الاي سكوير بلس الاوميجا سكوير. احنا عشان نعوض هنا في الايكويشن ونعرف نجيب قيمة الاي جي 2 فانت عاوز الماجنتيود سكوير، فالماجنتيود سكوير اللي هو الانرجي سبيكترال دينستي هو 1 على اي سكوير بلس اوميجا سكوير. من الرسم هنا نعرف ان الابساي جي اوف اوميجا هو 1 على اي سكوير بلس اوميجا سكوير، يعني ايفن فانكشن زي ما احنا شايفينها. لو انت حبيت تجيب الانرجي توتال فبتقول 1 على 2 باي في الاريا اندر الانرجي سبيكتر دينستي كيرف كلها، انما لو انت حبيت تجيبها في حدود الاوميجا زي الاي جي 2 الاي جي 2 فانت هتضطر تجيبها في حدود الاوميجا بس زي الايكويشن دي. فالايكويشن دي معناها انك جبت الاريا دي فقط وقسمتها على 2 باي. هنا في التكامل بنقول ان التكامل 1 على اي سكوير بلس اوميجا سكوير بيساوي 1 على اي تان ماينس 1 اوميجا على اي، ودي بيبقى ممكن اوقات اديها لك انا جيفن في المساله يعني على اساس ان هو صعب انك تجيب تكاملها فبقى مديها لك كهنت، فاعتبرني هنا ان اديتها لك كهنت يعني. بعد كده بتحل الايكويشن عادي خالص وتعوض بحدود التكامل وتعوض عن الاوميجا سمول بالدبليو كابيتال، وبعد كده بتجيب الاي جي 2 فانكشن في الدبليو كابيتال اللي انت عايزها. في الخطوة الثالثة بقى اللي هي دي هنبتدي ان احنا نقول قيمة الـ EG2 95% من قيمة الـ EG1، ونبتدي نجيب قيمة الـ W من التعويضات دي من الـ equation دي والـ equation دي، هنطبق العلاقة دي ونجيب قيمة الـ W، وبعد كده هنلاقيها بيساوي 12.7 في الـ A. انا كده حليت المسألة لان هو عاوز الـ W بالـ radian per second، وهي كده function في الـ A. الـ A دي هي ليه function فيها لان هي كانت اصلا في المسألة من البداية. ممكن ادي لك انا قيمه الاي هنا باي فاليو بس تكون طبعا اكبر من الزيرو عشان تعرف تطبق الريليشن دي، وبالتالي تعرف تضربها في الاي ويطلع لك قيمه الدبليو الفعليه. لو في المساله بقى حبيت ان انا اجيبها في الفريكوانس دومين فعلشان الاوميجا هي 2 باي اف، فبكل بساطه الاف هي هتجيب قيمه الاوميجا وتقسمها على 2 باي. الفيزيكال مينينج بتاع الاسينشال باند ويدث معناها ايه؟ ان بدل ما كنت تقول ان الـ ان الـ ان السيجنال دي الباند ويدث بتاعتها انفاينايت لان الشيب ده هيستمر من ماينس انفينيتي لانفينيتي، بدل ما تقول ان الباند ويدث بتاعك انفاينايت فانت حجمتها وفي نفس الوقت ما خسرتش كتير، لان التحجيم اللي انت جبته قلت لو انا حسبت ان الاسينشال باند ويدث بتاع السيجنال في الاوميجا دومين هي 12.7 في الاي فانت فقط التزمت بالمنطقه دي فانت جبت الاسينشال، وفي نفس الوقت ما خسرتش كتير لان الاسينشال دي محتويه على 95% من التوتال سيجنال انرجي.
انما لما كنتش حسبتها الاسينشال باندويث وجيت حسبت الانرجي توت الباندويث توتال الفعليه بتاع السيجنال فتلاقيها بانفينيتي. طبعا الكلام ده مش منطقي ان نعملها عمليه كوميونيكيشن. هنا ده مثال تاني ان هو عاوز الاسينشال باندويث السيجنال تانية، السيجنال دي عاوز يجيب لها الاسينشال باندويث بس المره دي في الاف دومين عشان عاوزها بالهرتز، والسيجنال دي اسمها جي اوف تي وقيمتها 2A على تي سكوير بلس اي سكوير. عاوز الاسينشال باندويث المره دي يكون 99% من التوتال سيجنال انرجي. خطوات الحل واحده زي ما اتفقنا، اول حاجه هنجيب الاي جي توتال باي طريقه من الثلاثه، تاني حاجه هجيب الاي جوه الدبليو معينه وهنجيبها من الاف دومين، بعد كده هنحسب الريشيو هيبقى الاي دبليو بدلاله الدبليو، ومن الريشيو اقدر اجيب الدبليو في طرف لوحدها، وعشان هو عاوزها في الاف دومين مش في الاوميجا دومين اقسم قوه الدبليو اللي هتيجي دي على 2 باي، يبقى انا كده حليت المساله. طيب هنا اول خطوه علشان اعرف اجيب الاي جي 1 فكرت اجيبها من التايم دومين زي المساله اللي فاتت، بس هنا اضطريت ان انا اجيب الانفورميشن او السيجنال بتاعتك سكوير، سكوير دي يعني هتبقى كومبلكس في عمليه الانتجريشن، فانت ليه تدخل نفسك في مشاكل وتضيع وقت الامتحان بتاعك او كده او تضيع وقت المساله بتاعتك؟ فخلاص ممكن احسبها من الاوميجا دومين عن طريق الانرجي سبيكترال دينستي، ووقتها هروح افكر ان انا ابص في الفوريا ترانسفورميشن تيبل وادور على جي اوف تي اللي هي لما تكون 2 اي على تي سكوير بلس اي سكوير، يبقى ساعتها جي اوف اوميجا بكام عشان اخد المودولس واعمل له سكوير وكامل. طيب دلوقتي انا اصلا جيت ادور في التيبل في التايم دومين ما لقيتش الشكل ده، بس جيت ابص عليها في الفريكوانس دومين لقيتها، بس شايل كل تي وحطت مكانها اوميجا، يبقى هبتدي استخدم الخاصيه اللي هي بتاعت السيمتري. فلقيت الترانسفورميشن اللي هو اي اس ماينس اي مودولس تي هو ده الترانسفورميشن بتاعه اللي هو 2 اي على اوميجا سكوير زائد اي سكوير، يعني شيل كل تي وحط مكانها اوميجا، يبقى دي خاصيه السيمتري. في السيمتري بيقول لي لو عندك سيجنال عاوزه تجيب لها السبيكترم وهي في التايم دومين وهتستخدمي خاصيه السيمتري، حطي 2 باي واضربيها في السيجنال اللي كانت في شكل التايم دومين مع استبدال كل تي بماينس اوميجا. يعني لما نيجي نطبقها على المثال بتاعنا هنا كانت التايم دومين عباره عن اي اس ماينس اي مودولس تي، فهيبقى الفريكوانسي دومين بتاع التحويله بتاعتنا هي عباره عن 2 باي اي اس ماينس اي مودولس ماينس اوميجا، وطبعا مودولس ماينس اوميجا هو نفسه قيمه اي اوميجا لان هي جوه المودولس. هنا طالما جاي عرفت اجيب الجي اوف اوميجا وطلعت فانكشن سهله، يبقى بكل بساطه اعرف اجيب الماجنتيود سكوير واحطه تحت الانتجريشن واقسم على 2 باي عشان اجيب الاي جي 1. هنا لما تيجي تعوض في المودولس اوميجا في حدود الانتجريشن ماينس انفينيتي انفينيتي ممكن تعكسك شويه، عشان كده احنا باعتبارها ان هي ايفن فانكشن ممكن اسهل على نفسي واقول ان حدود الانتجريشن بدل ما يكون ماينس انفينيتي انفينيتي وانا هنا طبعا ال 2 باي سكوير هتبقى ب 4 باي سكوير على 2 باي، فهنا هيحصل لها ريدكشن ل 2 باي يعني. فالمهم هنا الفانكشن حدودها من ماينس الانتجريشن ماينس انفينيتي انفينيتي، فهي عشان ايفن فانكشن ممكن اخد حدود الانتجريشن من 0 انفينيتي، ووقتها بضرب بدل 2 باي بضرب في 2 فبقت 4 باي، وبعمل الانتجريشن بتاعي طبيعي خالص، وفي الاخر بتوصل ان قيمة اي جي 1 ب 2 باي على اي. ودي كده اول خطوة. تاني خطوة عايز احسب الاي جوه الدبليو، فبقول ان الاي جوه الدبليو بجيبها من الفريكوانس دومين، هنا مجبرة زي ما اتفقنا ان اجيبها في الفريكوانس دومين، بعوض بحدود الانتجريشن ان انا بشيل كل اوميجا سمول بعد الانتجريشن وبحطها بقيمة الدبليو، وفي الاخر بتطلع لي قيمة الاي جي 2 بدلالة الدبليو زي ما قلنا قبل كده. ودي تاني خطوة. تالت خطوة بقى بقول ان الاي جي توتال عاوزاها 99% من قيمة الاي جي 1، بعوض علشان اعرف اجيب قيمة الدبليو. بعد ما جبت قيمة ال W بالخطوات اللي باينة قدامنا دي طلعت بـ 2.3 على ال A، ده كده بالراديان. طب هو عاوز البيتا بالهرتز، فبقسم القيمة اللي جات لي على 2 باي بيطلع لي 0.3 أو 0. تقريبا 4 يعني اللي هو الرقم ده مقسومة على A، وقيمة البيتا دي هنا بتطلع لي بالـ A بالهرتز. ودي كده تبقى الاسينشال باندويتس، ودي كده تبقى اخر المحاضرة في التسجيل ده.
ان شاء الله في توبيك تاني اللي هنتكلم على الباور سيجنال في التسجيل اللي جاي بإذن الله.